امبارح كان عندنا فقرة مهمة جدا، مواكبة للأحداث اللي بتحصل والخاصة بالتربية والتعليم والاعتصام أو الإضراب اللي حصل من المعلمين على مدار تقريبا بداية شهر، وبعدين وصل لذروته امبارح للتجمع قدام مجلس الوزراء، وأحداث كتيرة آخرها إنه الأمن فض الاعتصام، لأنه واضح إن هم كانوا عايزين يباتوا أو يفضلوا قاعدين قدام مجلس الوزراء، فالأمن بالليل فض الاعتصام. امبارح كان معانا الاستاذ ايمن البالي، منسق عام الاضراب ووكيل نقابه المعلمين المستقله، وكنا حاولنا ان احنا نخش بمكالمه تليفونيه مع ضيفنا النهارده، ووعدنا ان هو يجي لنا النهارده في الاستوديو ويرد على كل التساؤلات الخاصه بالاضراب المعلمين، وبالفعل اوفى بوعده. وموجود معايا الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، نهارك سعيد. نهارك زي الفل. اهلا وسهلا دكتور رضا. اهلا بيك. مبدئيا كده، لما يعني ايه، من غير ما نبتدي نخش في التفاصيل الكتيرة اللي حصلت وقلنا وفتحناها امبارح مع الاستاذ ايمن، انت مش معايا مبدئيا كده ان احنا منظومة التعليم عندنا في مصر عايزة تتفصص واحدة واحدة كده ويتراجع عليها؟ جميع منظومات الحياة المصرية بعد ثورة 25 يناير عاوزة تتفصص وتراجع. حلو. وحاليا جميع الوزارات بتفعل ذلك. حلو. ايه اللي مأخركم مبدئيا كده؟ ايه اللي مأخركم ان كنتوا تبقى في اجراءات اسرع من كده شوية؟ نحن لسنا متأخرين، ولكن التراكمات اللي كانت موجودة في 30 سنة الماضية كانت كثيرة جدا، والوزارة زي اي وزارة بتحاول ان هي تحل هذه المشاكل المتراكمة. جايز سرعة مطالب الناس بعد الثورة في ظل الحرية والديمقراطية والعدالة، سقف المطالب زاد وسرعة المطالب أصبحت كبيرة. قدرة الوزارات على تحقيق هذه المطالب تحتاج بعض الوقت بسبب بعض العوائق المادية، بسبب بعض المشكلات الاقتصادية، لأنه لا يستطيع إنسان أن يغفل أن الوضع الاقتصادي في مصر يمر بأزمة في الوقت الراهن. دكتور رضا، وجزء أنا قلت كبير معلومة... من مطالب الناس يعني يستند إلى شق مالي أو شق اقتصادي. المعلومة اللي أنا هقولها للمرة الثالثة دي، أرجوك تقول لي المعلومة دي صح ولا غلط، إن وزارة التربية والتعليم طلبت من الوزارة بعد ثورة 25 يناير إنه عايزين 51 مليار جنيه عشان التعليم بداية كده، عشان بس الفصول ما تبقاش فيها 120 تلميذ. هل المعلومة دي صح؟ معلومة صحيحة 100%. إذا سألت وكيل وزارة المالية أو السيد أستاذ وزير المالية، هتجد أنه أكثر الناس إزعاجا لوزارة المالية بسبب مطالبتهم المستمرة بالأموال لتطوير وإصلاح التعليم هي وزير التعليم ووزارة التربية والتعليم. يعني خليني أقول لك قصة السبع اللي هم 51 مليار وسبعة من عشرة، قصتهم إيه؟ المدارس المصرية بتعاني من نقص في عدد المدارس، بمعنى أنه توجد قرى بدون مدارس، 10,000 قرية وتوجد في مصر مدارس. وتوجد أماكن فيها مدارس ولكن هذه المدارس مزدحمة جدا. الكثافة الطلابية في الفصل الواحد تكاد أن تكون ضعف أو ضعفين الكثافة الصالحة للتعليم. طيب. ايضا توجد بعض المدارس فيها فترتان، فوزارة التربية والتعليم وهذه الوزارة الحالية اللي هي وزارة الثورة واتت بعد الثورة، اول حاجة عملتها بعد الثورة ان هي تراجع، زي ما انت قلت في بداية البرنامج، ان هي تراجع الواقع، فراجعت واكتشفت انها لكي تصلح احوال التعليم في ظل ثورة 25 بتحتاج على الاقل في بند الابنية التعليمية ل 51 مليار وسبعة من عشرة. الوزارة المالية بقى تدوركوا كام من ال 51؟ مليار واحد. مليار واحد؟ ايوه. يعني انا زودت كتير قوي، ان انا قلت امبارح واول 2 مليار. معلش، مليار واحد بالظبط. طيب. هذا المليار لا يكفي لحل 2% من مشاكل المدارس والابنية التعليمية ده ولا ولكن برضو يعني احب ان انا اوضح انه هذا لا يعني ان الحكومة لا تشجع تطوير التعليم، ولكن هذا يعني أن مصر بعد ثورة 25 يناير تمر بعجز
في الميزان الاقتصادي يوجد لا توجد أموال كافية في خزينة الدولة لكي تلبي طلبات الجميع. طيب دكتور رضا، الأستاذ أيمن امبارح قال لي أنه مش من ضمن يعني الحاجات اللي بيطالبوا بيها أنه كنتوا مش هيتقلوا عليكم في أنه كنتوا تزودوا مرتبات. هو بيقول لكم، بيقول أنه أن كثير من المستشارين اللي في وزارة التربية والتعليم بياخدوا مبالغ قد كده، فأرجو أن يبقى فيه سقف للمرتبات، لأن في مرتبات في ناس بتاخد امضى بس 40,000 في الشهر. ده لا، هو الأستاذ أيمن قال 42,000. 42 بقى كويس، أنا حضرتك سمعت الحوار امبارح كويس. مقابل توقيع توقيعات. فبيطالب من ضمن الحاجات بقى، نبتدي في واحدة واحدة كده، أنه يا جماعة النظام البائد أو المسؤولين اللي موجودين دلوقتي حاليا في وزارة التربية والتعليم، مع احترامي الشديد لحضرتك والمسؤولين، أهلاً إنما هو اللي بيقول إنه دول لحد دلوقتي هم بياخدوا فلوس قد كده زي أي وزارة في جمهورية مصر العربية. المستشارين بياخدوا فلوس قد كده، والأساتذة اللي هم بيعلموا نفسهم بياخدوا قرشين صاغ. رد حضرتك. طب نتفق على إنه من حق أي زميل إنه يقول اللي هو عاوزه، ولكن أيضا من حق الطرف الآخر إذا أسيء له في ذمته المالية بغير الحقيقة أنه يرتد قضائيا على هذا الزميل ويطالب بحقوقه منه. هذا مبدأ حياتي. أحب أقول لك أن وزارة التربية والتعليم، أو هذا السؤال بالذات، أنا يعني علقت عليه وللأستاذ أيمن نفسه في أكثر من برنامج، وكان تعليقي بسيط جدا. يا أستاذ أيمن، أن الحديث على الهواء واتهام الآخرين، هذا الاتهام الفظيع، ليس هو الطريق الأمثل، وهناك طريق أفضل. أن الأستاذ أيمن يأخذ نفسه، وهو رجل مقاوم ورجل سائر، ويذهب إلى النائب العام أو أقرب مقر للنيابة الإدارية ويتقدم بشكوى يتهم فيها هؤلاء الناس أن هم سارقون لأموال المعلمين. وأنا أول واحد لو إذا أراد أن أنا أذهب معه أذهب معه، وإذا أراد أن يأتي إلى مكتبي ويطلع على كل البيانات يطلع عليها، ولكن نحتفظ بحقنا جميعا في وزارة التربية والتعليم في الارتداد القضائي على كل من يسيء إلى ذمتنا المهنية. تعالى يعني نفصل هذه القضية. وزارة التربية والتعليم فيها مجموعتين من الموظفين. أغلب موظفي ديوان الوزارة هم معلمون منتدبون من المديريات التعليمية، وهناك عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة معاونين للوزير، مستشار قانوني وهو مستشار من مجلس الدولة، وهو المستشار الوحيد، ولا يوجد في وزارة التربية والتعليم مستشار غيره. لأني سمعت كتير من زملائنا المستشارين، هذه معلومة مغلوطة. تاني معلومة، لا يوجد للوزير إلا مساعد واحد للتطوير الإداري ومساعد واحد لتطوير التعليم. بقية الأفراد العاملين في الوزارة وأنا منهم مجرد فنيين يديرون قطاعا من قطاعات التعليم. طيب. كيف تصرف مرتبات هؤلاء الناس؟ تمام. مرتبات هؤلاء الناس مثلها تماما مثل مرتبات المعلمين في الميدان. بمعنى إيه؟ المعلم في الميدان يحصل على أساسي مرتبه، ويحصل على حافز يتراوح من 100 كان بيتراوح من 160% للمدير للمعلم المساعد حتى 335 للمعلم الخبير. تمام. وهذه هي الحسبة اللي أحيانا بتغضب زملائنا المعلمين، ولكن هي دي مجمل ما كان يحصل عليه الشخص. تمام. إذا أتيت إلى وزارة التربية والتعليم سوف تجد أن هذا هو الوضع القائم في ديوان الوزارة. جميع زملائنا العاملين في الوزارة يحصلون على أساس مرتبهم زائد 300% أو 200% أو 150% حسب الموقع الذي يشغلون. بالنسبة للقيادات القليلة اللي احنا يعني الناس بتنظر بتتخيل ان هي بتقبض من 100,000 ومليون وما اعرفش ايه، هذه القصة تعتبر خدعة وقع فيها زملائنا المعلمون عندما قام احد الزملاء على الفيسبوك بنقل مرتبات ووظائف في احدى شركات التليفونات، واعلنها على ان هذه المرتبات هي مرتبات ووظائف قيادات وزارة التربية والتعليم. بدليل بسيط جدا، هذه موجودة على الانترنت وتستطيع ان تطلع عليه.
أن هناك من يسمى برئيس قطاع خدمة العملاء، ما رئيس قطاع التسويق، رئيس قطاع الخدمات، كل هذه الوظائف غير موجودة في وزارة التربية والتعليم. وأنا أحب أقول لجميع زملائنا، أنا دخلت الوزارة مثل غيري من الزملاء بعد الثورة، ودخلنا لكي نقضي على الفساد اللي كان موجود في 30 سنة الماضية، فلا يمكن أن نكون رموزا من رموز الفساد. عظيم. أكمل معلومتي، أنا أعلى مرتب في الوزارة للوزير أو للمساعدين القريبين منه لا يتجاوز 10 أضعاف مرتب المدرس العادي في المدرسة بأي حال من الأحوال. طيب. وعلى من يثبت عكس ذلك أنه يلتجئ إلى القضاء وإلى النائب العام. والعملية ما عادتش صعبة، يعني رموز القوة في مصر دخلت السجن، وأعتقد مساعد وزير أو معاون وزير مش صعب أوي أن يدخل السجن إذا كان فاسدا. دكتور رضا، نعم، هستأذنك أن احنا وقتنا ضيق، وعايز أفتح مع حضرتك حاجات فضل. كتير قوي. تفضل. دلوقتي الأستاذ أيمن بيطالب، مش هو طبعا، ومجموع المعلمين. بلاش نختصر جموع المعلمين في الأستاذ أيمن بالزبط. ولا نختصر الوزارة في الدكتور رضا. عظيم. احنا بنتكلم عن زملائنا المعلمين بشكل عام. هو بيقول ان هو الحد الأدنى المفروض يبقى 3000 جنيه. كويس. هو في الوقت الحالي ايه أدنى مرتب للمعلم في مصر، وايه أعلى مرتب يعني في الاخر بعد الحوافز، ويعني ايه اعلى حاجه وايه ادنى حاجه في الوقت الحالي؟ خلينا قاعدين مع بعض، خلينا نقول انه يا ريت ادنى مرتب يبقى 3000 جنيه لسبب، لانه ادنى مرتب هو مرتب الخريج الجديد من الجامعه الذي يلتحق باي وظيفه لاول مره في مصر، وادنى مرتب لن يتم تحديده للمعلم، ادنى مرتب سوف يتم تحديده لجميع العاملين في الدوله. النهاردة لو شفنا أدنى مرتب للعاملين في الدولة بيتراوح ما بين 400 أو 500 جنيه، ومن فترة بعد الثورة كانت الناس بتطالب برفع الحد الأدنى المرتبات إلى 700 جنيه إذا كنت بتذكر أيام الدكتور سمير رضوان، والناس طلبت برفعه إلى 1200 جنيه. تمام. وعندما لم تجد الدولة تمويلا كافيا، والكلام ده ما كانش خاص بالمعلمين، ده كان خاص بجميع العاملين في الدولة، فقررت ان هي ترفع الحد الادنى للحوافز، انه العامل او الموظف في الدولة الذي لا يحصل على حافز مقداره 200% يرتفع حافزه حتى يصل الى 200%، وده جايز جزء من المشكلة. الكلام اللي زملائنا المعلمين أساتذة بياخدوا 70 جنيه في الشهر، فيه بعض المعلمين اللي هم يعني دخلوا يعملون بالحصة في بعض المدارس، هؤلاء ليسوا معلمين دائمين أو مثبتين، فنوع من أنواع التعاقدات في المدريات. هذه التعاقدات كانت قائمة في وقت توقفت فيه الدولة عن التعيينات في الحكومة والقطاع العام بسبب تضخم الدولاب الإداري للدولة. الدولة عندها 6 مليون موظف، ومرتبات هؤلاء الموظفين منخفضة، مش قادرة توفر لهؤلاء الموظفين مرتبات مرتفعة فما تزودهمش، فتوقفت عن التعيينات فترة طويلة. حصل فعلا عجز في بعض المدرسين، لجأت بعض المدريات إلى استخدام نظام التعاقد أو نظام الحصة. هذا النظام أفرز مجموعة من المعلمين فعلا مرتباتهم منخفضة. يعني من قام بتعيين هؤلاء المعلمين؟ دكتور، الحصة كانت بكام بعد إذنك؟ لا أنا لا أدري الحصة بكام، لسبب لأن الوزارة ليست مسؤولة عن هذا، دي مسؤولية المدريات التعليمية والسيد المحافظ. إنما كل معلوماتي إن فعلا هذه الشريحة من المعلمين، وهي شريحة يعني ليست كبيرة، يعني عدة آلاف، يعني كل المشكلة دي كانت محصورة في 130 ألف معلم، اللي هم طالبوا بالتثبيت، طالبوا بالتحول من وظيفة معلم مؤقت إلى معلم دائم، وفعلا صدر قرار وزاري بتثبيت هؤلاء المعلمين، ولكن ده صدر من بعد الثورة بشهرين بناء على مطالب المعلمين، وتم تثبيت حتى اليوم 120 ألف معلم. تثبيت معناه أنه يبقى معلم وله مرتب زي أي معلم، ومرتبه يرتفع إلى 600-800 ويبقى جنيه، ويبقى في عقد، ويبقى لا من غير عقد خلاص، ده معلم دائم خلاص. ولكن بعض المحافظات، لأن دي قضية خاصة بالمحليات، لأن إدارة التعليم كما تعلم الآن إدارة لا مركزية، بمعنى أن الوزارة عليها دور والمحافظات عليها دور. الوزارة تصنع السياسات وتضع القوانين والقرارات، والوزارة تنفذ. لأن الوزارة من الحاجات اللي حضرتك كانوا بينقضوا هذا الموضوع، ان هم لما قعدوا مع وزير التربية والتعليم قال لهم يا جماعة انا ماليش دعوة بالفلوس،
انتوا تبع المحافظات، فبيقولوا المفروض ان هو وزير التربيه والتعليم لما بيحط السياسه المفروض ان هو يستمر ويتابع السياسه دي اذا كانت ماديه او معنويه.